قصيدتين وأغنيتين. القصيدة الأولى هي قصيدة الثأر، وهذه حادثة جرت عند أهلكم بالأرض المحتلة بثورة الحجارة. جابوا أحد الشهداء وسلموا الصهاينة لأهله، وكان موضوع في كيس من النايلون ومغلق. لما فتحوا أهلنا الكيس ليستلموا الجثة دفق الدم من الكيس، فما كان من أخوه إلا توضأ الدمه، وأخته حنت شعرها من دمه وأكسبت لوخ البثارة. وفي اليوم الثاني طعنت الجندي الإسرائيلي باللد وأخذت بثارتها. انشبت ارضي الحمله جيل من دمه تشدل، انشبت جيل الحجاره بالدمى يبذل ما يبخل. يا ارض نحن احجارك، نحن صخرك والنبات، اطلبينا توجدينا، توجدي منا الثبات. يا ارض اهلك نشاره، أعطوا للدنيا آيات، والحياة تظل غاصب بئس منها من حياة. يا أرض أهلك نشارة، من كهول ومن صبايا مشوا في دربك ضحايا، ما يهابون المنايا، كل بيت وكل شارع، كل كنيسة وكل جامع يحضروا والكون سامع. واسمع الطاها ينادي وصوت عيسى بالمغاره، ارجموا ابليس يهدي وزيدوا من رجم الحجاره. هذا درب الثوره فعلا، درب واضح مش اشاره، والنضال الحر ما بده شهاده واستمرار. بالعصي قاتل يا شعبي، بالعصي قاتل يا شعبي، مدام خرسان المدافع، كم صبرنا عاقطرنا والصبر معاد نافع. حاجة تبكوا يا نذال وفروا سيل المدامع، كل ما تبكوا تزيدوا يزيد صهيون المطامع. يكفى تبكوا يا جماعة عالقاء المؤتمر، انخزى أحضان فيكم وحتى غسان ومطر. يكفى تترجوا أمريكا وفروا تعاب السفر، كل تنازلكم كل تذللكم ما يسوى طفل وبيت وحجر. أنا خلفتك فدائي، لا وطن كله مهدد، أنا خلفتك